مشاهدينا الكرام وسعدتم صباحا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية، يواصل لليوم الثاني على التوالي الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارة العمل والتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. وكان السيد الفريق وبمعية اللواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة قد وقف أمس في اليوم الأول من الزيارة على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش المرابطة على الحدود. استطاعت المنطقة الصناعية لولاية الجلفة أن تصبح قطبا هاما للمستثمرين الخواص لما تمنحه من تحفيزات، حيث تتوفر المنطقة على مصانع ذات أنشطة اقتصادية متعددة، لكنها ورغم مساحتها الشاسعة إلا أنها تبقى تسجل نقصا في عدد المصانع. نوال سويلح. من بين المصانع الناشطة بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية الجلفة مصنع صناعة وتركيب مضخات الماء، فبعد أن كانت تستورد من الخارج ها هي اليوم تصنع وطنيا بطاقة إنتاج 200 مضخة يوميا. تحفيزات تاع الدولة وتاع الحكومة والتوجيهات تاع المسؤولين تاع الدولة في إطار الاستثمار والتصنيع، صاحب الشركة حاب يستثمر في الشباب تاع المنطقة اللي عطاهم فرصة لتكوين في كاع المجالات تاع اللي تدخل في تصنيع المضخات. وكذا وحدة صناعة السبائك الملحمية الموجهة للبناء والتي تنتج حوالي 160 قطعة، أي ما يعادل 100 طن في اليوم. كانت تسهيلات، حنا دينا التيرة الأولى هذه كشفونا خدمنا زدنا في إطار التوسعة زدنا إنيتي دو فابريكاسيو دو بانو ساندويتش، وكشفونا ثاني زدنا حققنا المشروع الثاني زدنا المشروع رقم 3 هو إعادة تسكرة الحديد. يبلغ مجمل المصانع الناشطة بالمنطقة الصناعية 16 مصنعا على مساحة 240 هكتار، عدد قليل لأن المنطقة بإمكانها استيعاب ما لا يقل عن 66 مصنعا، فما سبب قلة النشاط الصناعي بالولاية؟ التهيئة النهائية للمنطقة الصناعية لم تكتمل، ففيها شكاوي لحد الآن من بعض الصناعيين فيما يخص إيصال الطاقة بصفة عامة الغاز أو الكهرباء بالنسبة لبعض المستثمرين. في إطار برنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إنجاز مناطق صناعية مصغرة لصالح الشباب ولرجال أعمال الشباب ممولة من طرف ميزانية الدولة، وذلك لتعميم هذه الفرص وعلى جميع مناطق الولاية. تشجيع الاستثمار الصناعي والموقع الجغرافي والمؤهلات الطبيعية للولاية يجعلها ولاية رائدة في المجال الصناعي. أزيد من 56% من مساحة ولاية تيسمسيلت ذات تضاريس جبلية استغلت في غرس أشجار الزيتون، ما استدعى التشجيع على زيادة معاصر الزيتون لدعم المعصرة الوحيدة المتواجدة على مستوى الولاية. أكثر تفاصيل في هذا الروبورتاج لفاتحة أبو عرابة. على بساطة تجهيزاتها إلا أنها قدمت خدمة كبيرة لمنتجي الزيتون بالولاية، حيث تحول يوميا أكثر من 50 قنطارا من الزيتون إلى زيت مصفى. كان شوية الفلاحة تاع ولاية تمسيلت كانوا قور ولاية وخرجوا، الحق تاعهم ناقص كيدي الزيتون تاعو. اليوم الحمد لله رانا هنا في الولاية تاعنا رانا نلحقوا 15 حتى 16 لتر باركينطو. أنا فلاح من ولاية يارت وجبت الزيتون للولايه بلدية تسمسيلت ولايه فيار هيا قريه سلمانه، والحمد لله رانا نعصروا زيتنا الشيء يصبح ندو لنا من خميستين ندي العين دفله ندي يومين ندي كيما اليوم بعد قدوه بنجي.
انا الوحيد في تسمسيل شيران ديال كونتي هذا المعسكر. نتحصلوا على 50 55 قنطره في النهار هذه نخدموها. والفلاحين يجيبوا اكثر من 100 قنطره في النهار. أبواب الاستثمار في مجال عصر الزيتون مفتوحة لمن يرغب في دخول هذا المجال. احنا رانا نشجعوا ونستقطبوا المستثمرين في كل منطقة من تراب الولاية تكون فيه معصرة. ارتفاع عدد معاصر الزيتون توفر مناصب شغل موسمية للشباب العاطل، كما تسهم في توسيع المساحات المغروسة بأشجار الزيتون وتحسينا للإطار المعيشي للمواطن، وبهدف خلق ديناميكية اقتصادية بالمناطق الحدودية. استفادت بلدية صفيصفة بولاية عامة من عدة مشاريع تنموية، سيما ربط القرى بشبكة غاز المدينة وتجيع السكن الريفي. محمد بخدة. بلدية صفيصفة الحدودية والتابعة لولاية عامة شهدت خلال السنوات الأخيرة تجسيد العديد من المشاريع في مختلف القطاعات. تهيئة المدارس واقتناء وتركيب التدفئة المركزية، بالإضافة إلى إنجاز المطاعم المدرسية، رصد لها مبلغ مالي تجاوز 4,400,000 سنتيم. نحو 5 مؤسسات تربوية تم برمجتها ضمن المخطط البلدي للتنمية القادم، حيث ستشمل هذه العمليات الصرف الصحي، أيضا التدفئة المركزية. ومن أجل تغطية البلدية بشبكة الغاز 100%، انطلقت الأشغال لربط القرى المتواجدة على الشريط الحدودي. المبلغ المالي المقدر حوالي 100,000,000 دينار جزائري، واللي هي 10 ملايير سنتيم، لطول شبكة 25 كيلومتر، وذلك لربط 240 مسكن. المجمع السكني تالا وحاسي الدفلة ونسانيس ابتداء من قرية فرطاسة. ما عكتش عنا الغاز وراهم حققنا الحلم تاعنا، راه الورشة تخدم الحمد لله. في قطاع السكن استفادت البلدية ب 77 مسكن جاري عمومي و 5,000,000 سنتيم لتهيئة التجمعات الريفية. الحمد لله السلطات راهم تكفلة بهذه القرية، وراهم يشوفوا فيها التنمية الحدودية وراهم ينموا في هذه القرية. ما نقولوا يديرونا خدامة شوية هنا، لي بوست راهم ناقصين شوية بزاف. القفزة النوعية بالنسبة لحد من التسرب الفتاة على مستوى المناطق النائية والقرى، وهي إدماج فتح فرع الداخلية بالمتوسطة. وضمن مشاريع عصرنة المصالح الإدارية تنجز مصلحة للوثائق البيومترية والمرافق التقنية، بالإضافة إلى تهيئة ساحة الشهداء التي تتوسط المدينة. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه يوم أمس 23 ديسمبر 2018 للسلطات العسكرية بتمنراس الناحية العسكرية 6، ويتعلق الأمر بالمسمى تبرا بوبكر المكنى زي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وخمسة مخازن ذخيرة مملوءة. وفي نفس السياق وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار مخبأ للذخيرة يحوي 4 صواريخ بأم 21 عيار 122 و4 قذائف RPG-7 وقنبلتين يدويتين ومعدات تفجير. وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست 23 منقبا عن الذهب، وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع و4 دراجات نارية و10 مولدات كهربائية و7 مطارق ضغط، في حين أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني وهران محاولات هجرة غير شرعية ل67 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنعة. تأكد
أكد أمس وفاة الشاب عياش محجوبي العالق منذ 6 أيام داخل بئر ارتوازية بعمق 30 مترا بقرية أم شمل بولاية المسيلة، وهذا رغم الجهود المبذولة في عملية الإنقاذ من طرف أعوان الحماية المدنية، كما أن وعورة الأرضية وتدفق المياه الباطنية زاد من صعوبة إنقاذ الضحية، ما استدعى القيام بعملية الحفر من الخارج باستخدام جرافات ووسائل إزالة الأتربة وشفط المياه مع قطع أنبوب البئر في كل مرة عند مستوى الحفر. يعني في الوهلة الأولى تبدو يعني عملية سهلة جدا لكون فيها ضحية واحدة، ولكنها عملية يعني جد صعبة بالنسبة للمكان ووقوع هذا الحادث، وخاصة التضاريس الصعبة كما تشاهدون، وخاصة كذلك وجود ضحية على مستوى يعني أنبوب ضيق جدا وعلى عمق يعني 26 متر. في الأيام الأولى قمنا بحفر الأرض، وكل ما نحفر يعني قطعة من الأرض يعني نقوم بقطع الأنبوب حتى يعني نقترب شيء فشيء من الضحية. أمس للأسف لما يعني اقتربنا جدا من الضحية وقتنا يعني حوالي 4 مترات على وصول الضحية، فوجئنا بوجود مياه جوفية مشحونة بتربة، مما يعني صعب عملية الإنقاذ، وكان الأنبوب يعني متواجد فيه الضحية يعني مملوء بالماء الجوفي. لهذا يعني نقدر نقول بأن الضحية راهي متوفاة، الموتى في رحمه برحمة الله، والآن راهي العملية متواصلة لإخراج الجثة تاعو. فور إبلاغنا بحادثة الشاب محجوبي عياش العالق بقناة بير ارتوازية بأم شمل بلدية الحوامل دائرة خبانة، قمنا بإصدار تعليمات فورية للتدخل وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية منها العمومية والخاصة، بناء على مضمون بيان مديرية العامة للحماية المدنية مفادها وفاة الفقيد محجوبي عياش. بهذه المناسبة الأليمة نعزي أنفسنا ونعزي عائلة المرحوم وجميع أصدقائه ومحبيه، كل نفس ذائقة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا وفي اليمن، وصل فريق أممي إلى مدينة الحديدة يرأسه الجنرال الهولندي باتريك كامريت لمراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع اليمني في هذه المدينة الاستراتيجية غربي البلاد التي تعد شريان حياة الملايين من اليمنيين. هذا وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي دخل حيز تنفيذ الثلاثاء الماضي وانسحاب الحوثيين من منائها وانسحاب القوات المقاتلة أيضا المقاتلة من الطرفين من المدينة المطلة على البحر الأحمر. جدد الرئيس الأمريكي الدفاع عن قرار سحب قواته من سوريا، معتبرا أن تركيا والدول الإقليمية مسؤولة عن إتمام مهمة القضاء على فلول الإرهاب بالمنطقة. إلى ذلك بدأت تركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى شرق الفرات لحماية حدودها مع سوريا. ارتفعت حصيلة هلك موجة تسونامي التي تسبب فيها نشاط بركاني في أندونيسيا إلى 281 ضحية، مع تسجيل ما يربو عن 1000 جريحة، في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود للبحث عن ناجين حسب ما أعلنته هيئة مكافحة الكوارث الوطنية في أندونيسيا. رياضة، وفي دور أبطال إفريقيا حقق مساء أمس فريق شبيبة الثورة تأهلا تاريخيا إلى دور المجموعات رغم خسارته على أرض منافسه اتحاد طنجة المغربي بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين نظيفين. فهنيئا للشبيبة بهذا الإنجاز والتأهل التاريخي.
في المشهد الثقافي احتضن أمس المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال احتضن حفل توزيع الجائزة الكبرى أسيا جبار للرواية في طبعتها الرابعة، وذلك بإشراف وزارتي الاتصال والثقافة وتنظيم المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. الحفل أشرف عليه وزير الاتصال جمال كعوان ووزير الثقافة عز الدين مهوبي بحضور عدد من الوزراء وفاعلين في مجال الكتابة في الجزائر. هشام بوميدة حضر عن التلفزيون. الجائزة الكبرى أسيا جبار للرواية في طبعتها الرابعة، جائزة تؤكد تكريم الجزائر لمبدعيها وتكافئ بها نخبتها من الروائيين لهذا العام من بين 66 روائيا شاركوا في المسابقة. حضور قوي من روائيين وروائيات جزائريات، وهي كما تعلمون في ثلاث لغات. بالمناسبة يعني نهنيو الفائزين، نتمنى إن شاء الله المزيد من التألق لهم ومزيد من الرقي للجائزة بنفسها حتى تقيس العالمية كما كانت حاملة الروائية. هذا ما قلته لابنة الراحلة أسيا جبار، قلت لها نحن لا نرغب لا وزارة الثقافة والاتصال في أن نحتفظ بهذه الجائزة من خلال مؤسستينا لانابوليناك، نريد أن تؤسس مؤسسة تحمل اسم أسيا جبار وتبقى المؤسستان تدعمان هذه المؤسسة لتمنح الجائزة بعدها المطلوب، بعدها العالمي. في هذه الطبعة نالت ناهد بوخالفة جائزة أفضل رواية بالعربية بعملها سيران وجهة رجل متفائل، وعن إمهفال أو المجانين نال مهني خليفي جائزة أفضل رواية أمازيغية، وبعيون منصور نال رياض جيرود جائزة أفضل رواية بالفرنسية. كنت فعلا بحاجة ماسة لهذا الفرح، وأشكر كل من تسبب لي في هذا الشعور الجميل، وآسفة لأني ما عرفتش نتكلم، وراني جايتكم من مدينة تبسة وتقريبا. يا beaucoup d'idées, يا beaucoup d'imagination, يا beaucoup de volonté de représenter une réalité qui tient à cœur aux auteurs. Mais c'est l'écriture qui pêche un petit peu. On a l'impression que les auteurs ne s'efforcent pas d'écrire, que les idées jaillissent, que les mots jaillissent, mais il n'y a pas le travail de la langue. حفل توزيع الجوائز لهذا العام كان ختامه منح رئيس الجمهورية جائزة فخرية عرفانا بجهوده لترقية الفعل الثقافي بالجزائر. يتميز الفن الصحراوي بإيقاعاته الخاصة، وسر ذلك يكمن في آلاته الموسيقية التي لا توجد إلا في بعض المناطق الصحراوية الجزائرية كمنطقة القنادسة بولاية بشار، وآلة الجمبري واحدة منها، آلة إيقاعية وترية منسوخة من آلة الجيتار. والمزيد في هذا الروبورتاج لجميل عربيد بقلم كريم أبو عافية. من خشب الجوز والصفصاف ومن جلد الجمل وأمعاء الماعز المجففة تتشكل آلة الجمبري الوترية الإيقاعية التي تشتهر بها بعض مناطق الصحراء كولاية بشار. على حسب الدراسات يعود تاريخ صنعها إلى 5 قرون خلت. آلة الجمبري هي آلة عصرية حديثة قديمة جديدة تقدر تعبر عليها بأي طريقة، والجمبري يعني آلة روحانية. بعض المرات الإنسان يكون يعيش في هموم، يكون يعيش في صوالح ولا حاجة، ولكن يستعمل هذه الآلة دائما يبقى العقل مشغول بها. العم يمني اتخذ من حبه لموسيقى الديوان والجناوة وحرصه على التراث الصحراوي صناعة آلة الجمبري. يعني هذه الآلة التقليدية، وهي آلة يعني ما تقدرش يعني تبدلها بصناعة واحدة أخرى.
لأن هذه الصناعة التقليدية يعني فيها بزاف صوالح وفيها بزاف رموز على حسب المنطقة. الجومبري من أكثر الآلات المطلوبة عند الموسيقيين والملحنين في السنوات الأخيرة، رغم أنها تندرج ضمن موسيقى الديوان، إلا أن موسيقى الجناوة نقلت الآلة إلى العالمية بعد أن اشتهر هذا النوع من الموسيقى في أوروبا وأمريكا. هذه صناعة تقليدية قديمة، ولكن في القديم ما كانوش يستعملوها، يعني كانت مهمشة، تقريب مهمشة، واليوم يعني راها ظهرت في شتى الولايات، ولكن بالأخص في مدينة بشار. بعد ما يجي السائح شيء اللي يبغي يديه كرمز يعني، وهي دائما يميل إلى آلة الجومبري. آلة الجومبري تتميز بإيقاعاتها الخاصة، فهي أحد أسرار جمال إيقاع الفن الصحراوي، ورمز من رموز موسيقى الديوان، وفخر لطابع الجناوي. حكاية الجومبري. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم بخير.